500 عائلة تعود إلى الحي السكني الثالث بمدينة سرت ضمن المرحلة الثانية من خطة عودة أهالي المدينة إلى مساكنهم. الأمين العام للأمم المتحدة ينوي تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض مبعوثا إلى ليبيا ليخلف الألماني مارتن كوبلر. مديرية أمن القطرون تطلق دوريات لتمشيط المناطق الحدودية مع تشاد والنيجر لضبط الأمن والقضاء على عمليات الإتجار بالبشر والتهريب. مشاهدينا، هذا هو الحصاد الإخباري نقدمه لكم من قناة ليبيا بانوراما، أهلا بكم. رجعت أكثر من 500 عائلة إلى الحي السكني الثالث بمدينة سرت ضمن المرحلة الثانية من خطة عودة أهالي المدينة إلى مساكنهم، كما تمكنت 450 عائلة من العودة إلى حي 700 ضمن المرحلة الأولى التي انطلقت الأيام الماضية. من جانبه أعلن فرع شركة العامة للكهرباء في المدينة العمل على جلب عدد من المحولات والكوابل من مخازن الشركة في مدينة طرابلس من أجل تركيبها في أسرع وقت ممكن. بعد أن استعادت قوات البنيان المرصوص مدينة سرت من تنظيم الدولة، عادت الحياة لبعض المؤسسات التعليمية، ما يجعل عودة الحياة لطبيعتها رهن التطورات الأمنية والاستقرار السياسي. مراسلنا إبراهيم العبدلي زار مدرسة الغربيات ووفانا بالتقرير التالي. تعود الدراسة في مدارس مدينة سرت من جديد، والتي كان يستخدمها عناصر تنظيم الدولة في بث أفكارهم. هنا يدخل الطلاب ابتهاجا بعد أن كان الخوف مسيطرا على من اضطر للبقاء والدراسة أيام التنظيم، فالأطفال كانوا مجبرين على ارتداء النقاب وأمور كثيرة جعلت الكثير منهم هدفه مجرد الهروب من المنطقة. يذبح في الناس وحرب، يقطع فروسهم، يكر فيهم السيارات، ويقولوا يوم الجمعة يجيبوا فيهم، يقولوا في قصاص بعد العصر، يقص في يديه ويقص راسه، يقص كرعيه وعسب الدخان واللي يسرق. مدرسة الغربيات تضم الآن مجموعة من المدارس في سرت، منها التي لم يعد سكان مناطقها أو التي لحقت الأضرار بها، حيث تم تقسيم العدد الكبير من الطلبة على مدرستين لإنهاء مشكلة ازدحام الطلاب، كما تسعى الإدارة إلى مواصلة الدراسة بإجراء الامتحانات في موعدها المحدد ومحاولة إعادة الطلاب إلى الوضع الدراسي الطبيعي. كان يفرض على الطلبة اللي هو الطالبات خصيصا اللي هو النقاب أو الحجاب عندنا، وكذلك حتى الطلبة وصلت بهم يعني يقول لهم لازم ترفع الإزار ولازم تلبس اللباس اللي يشبه جماعة التنظيم، وحتى احنا يعني اضطرين للكلام هذا، يعني ضغطوا علينا لازم تلبس ملابس يعني الإزار. عودة الطلبة والمدرسين وسير الدراسة بشكلها الطبيعي، ما هو إلا دليل واضح على عودة الحياة إلى مدينة سرت التي يأمل أهلها أن تعيش مدينتهم بسلام، وأن تكون الحرب التي أجبرتهم على الخروج منها هي الحرب الأخيرة. إبراهيم العبدلي، ليبيا بانوراما، سرت. وينضم إلينا عبر الهاتف طه حديد، عضو لجنة إرجاع النازحين بسرت. أرحب بك سيد طه معي هنا في هذه النشرة. كيف تمت عملية إعادة النازحين في الحي رقم 3؟ مرحبا، أهلا بك أخي معتصم، تحية لك ولكل المشاهدين لقناة ليبيا بانوراما. ولك التحية. نحن اليوم في لجنة إعادة النازحين في اليوم الثاني في الحي رقم 3. بدأنا يوم الأمس برجعنا النازحين إلى الحي رقم 3. بالأمس كان عدد لا بأس به يفوت 500 عائلة.
اليوم ما يقارب من ال 250 عائلة رجعت إلى بيوتهم في حي رقم 3، بالإضافة إلى تكملة اللجنة تشتغل في نفس الوقت حي 3 وما تبقى من حي 700. من لم يرجع إلى حي 700 في الأربع الأيام الفائتة يأتي بأوراق وتستكمل له الإجراءات في حي 700. نعم. تقريبا اليوم حوالي 30 عائلة رجعت إلى حي 700. نعم. المناطق سيد طه المستهدفة بعد الحي رقم 3 ما هي؟ المرحلة الثالثة ستكون إن شاء الله للحي الشعبية وحي الدولار بإذن الله، هذه المرحلة الثالثة. ثم المرحلة الرابعة تأتي إلى حيي 1 و2، ومن ثم باقي الأحياء التي تمشط في معتصم تمشط بالكامل من الألغام ومن المخلفات الحرب، وتفتح الطرق وتزال السواتر الترابية، يتم إرجاع السكان إليها، بالإضافة إلى شركة الكهرباء وشركة المياه كذلك. نعم. اللجنة طبعا أخي معتصم تشتغل من بداية من الساعة 9 صباحا حتى 6 مساء كل يوم، حتى يوم الجمعة اشتغلنا اليوم قصدي عمل عادي. المطلوب من 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 صاحب المنزل هو عبارة عن كتيب العائلة والأرقام الوطنية لكافة الأفراد الأسرة. هناك مجموعة من الشباب يقومون بتعبئة النموذج لصاحب البيت، النماذج متوفرة حتى وإن كان السكان يأتون غير نماذج، قصدي النماذج لدينا متوفرة وهناك من يعبئ النماذج للشباب. نعم. طيب. ملاحظة فقط أخي معتصم لو تسمح لي. تفضل. رسالة أحب أن نبعثها قصدي عن طريق قناة ليبيا بانوراما، هي ننبه السكان والسكان قصدي إلى أن المنطقة التي لا تعطى لهم الإذن بها نتمنى منهم عدم الدخول إليها، عدم الدخول إلى المناطق التي لم تعطى الإذن. هناك حالة أعطيت لها الإذن لدخول بيت ذهبت إلى منطقة أخرى لم تمشط بكامل، فللأسف انفجر فيه لغم ووترت رجل لأحد أطفاله. فنتمنى من السكان صراحة الالتزام بالأماكن التي تعطى لهم تصريح لسلامتهم. نعم. أخيرا سيد طه، هل إداريا هل تواجهكم صعوبات في ممارسة مهامكم وأعمالكم؟ حقيقة أخي معتصم الصعوبات هي عدم توفر الالتزامات أو المستلزمات الخاصة بمثلا القرطاسية، الملفات التي يحفظ فيها النماذج. صراحة الوضع غير صحيح في هذا الجانب. نعم. أتمنى من الجهات المختصة، قصدي وهي عبارة عن قرطاسية بعض الأدوات قصدي نشتغل بها فقط، هذا ما نريده منهم لا أكثر ولا أقل. نعم. عضو لجنة ترجع النازحين بمدينة سرت طه حديد، شكرا جزيلا لك. قام فريق عمل مكون من مختصين وفنيين من مصلحة المطارات والجهات ذات العلاقة بقطاع الطيران بزيارة ميدانية لمطار سرت الدولي، وتأتي هذه الزيارة بناء على قرار رئيس مصلحة المطارات بشأن تشكيل فريق من المختصين للقيام بزيارة ميدانية للمطار، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بهدف حصر أضرار واحتياجات المطار والمتطلبات الفنية اللازمة لإعادة تشغيله. وكما تمكن فريق انتشال الجثامين والبحث عن المفقودين بالهلال الأحمر فرع مصراتة من انتشال 6 جثامين في مدينة سرت خلال الأيام الماضية. وأوضح مكتب الإعلام بالفرع أنه تم العثور على الجثامين ضمن عمليات المسح التي تمت في الجهة المطلة على البحر بمنطقة الزعفران والسواوة بالإضافة للحي رقم 1.
سياسيا، يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا، وذلك للتوسط في المحادثات حول تعديلات على الاتفاق السياسي الهش وفق ما أفاد به دبلوماسيون الخميس. وما أبلغ غوتيريش مجلس الأمن في رسالة بأنه يعتزم تعيين فياض خلفا للألماني مارتن كوبلر الذي يتولى هذا المنصب منذ نوفمبر عام 2015. ويأتي تعيينه وسط مفاوضات دبلوماسية حول إدخال تغييرات على الاتفاق السياسي الذي أبرم بوساطة الأمم المتحدة وأدى إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي تعمل منذ العام الماضي. من جانبه قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر إن تعيين شخص آخر في منصبه مسألة داخلية خاصة بالأمم المتحدة. وأضاف كوبلر في تصريح لوكالة أكي الإيطالية أن السؤال عن تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض في محله قائلا إن هذا الموضوع يجب توجيهه لنيويورك بمقر الأمم المتحدة. أعرب السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميلت عن قلقه من الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس، واصفا إياها في تغريدة له على تويتر بأنها مؤشر على تصاعد العنف في المدينة. وجدد ميلت دعم بلاده للسلطات المعترف بها من قبل مجلس الأمن الدولي في ليبيا. قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن مساعي الإدارة الأمريكية الجديدة لإدراج جماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة الجماعات الإرهابية سيؤدي إلى مساواتها خطأ بجماعات متطرفة وعنيفة مثل تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية. معتبرت لورا بيتر مستشارة الأمن القومي الأمريكي أن تطبيق القرار سيقوض ممارسة الحقوق السياسية لأعضائها في الخارج. هذا وكانت تقارير أمريكية لمحت إلى استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتخاذ قرار يعلن فيه تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا. نفى عضو المجلس الأعلى للدولة بالقاسم قزيت الخميس صحة ما صرح به عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة محمد إبراهيم الدراطة حول تلقي أعضاء المجلس رشاوى مالية مقابل القبول بأن يكونوا غير فاعلين بالمجلس، واصفا الأمر بأنه كذب وبهتان وتلفيق جملة وتفصيلا، مطالبا الدراط بالاعتذار عما صرح به في حق أعضاء المجلس وفق قوله. وينضم إلينا عبر الهاتف السيد بالقاسم مقزيت عضو المجلس الأعلى للدولة. أرحب بك سيد بالقاسم معي هنا في هذه النشرة. يعني هذا التصريح، هذه التصريحات يعني كيف كان صداها على أعضاء المجلس الأعلى للدولة؟ هو أولا الحقيقة يعني أنا يعني مساء الخير جميعا، أنا لما شفت التصريح على صفحة الفيسبوك الحقيقة يعني لم أهتم كثيرا للموضوع، رغم أن السيد المتكلم هو نائب وحظى بثقة الناس، من يحظى بثقة الناس لا يجب أن يكذب عليهم.
لكن عندما أصبح الخبر ينقل على شاشات التلفزيون والمواقع الواسعة الانتشار كان يجب أن يكون هناك رد. طبعا داخل المجلس الدولة هناك البعض يعتقد أنه يجب التوجه برفع شكوى إلى النائب العام، هذا يعني من حقهم، لأن الاتهام لم يوفر أحد، تكلم عن أعضاء مجلس الدولة بالعموم. أنا شخصيا السيد محمد أعرفه على المستوى الشخصي وأنا أسامحه ولا أريد منه شيء، لكن أنا الرد الحقيقة أوجهه للناس. السيد محمد اتهمنا بالرخص واتهمنا بالارتشاء، ومسألة المبلغ 105 ألف دينار كاش هذا كذب ولا توجد إطلاقا يعني، ونحن نطالب يعني نتمنى أن تكون هناك لجنة تحقيق أو غيره. أيضا مسألة 2 كروت فيزا برصيدهم أيضا هذا كذب. معظم أعضاء يعني جزء مهم من أعضاء مجلس الدولة لم يمتلكوا لا يملكون هذا الكرت الفيزا، والمؤتمر الوطني العام ومجلس الدولة الآن 5 سنوات لم يصدر كرت فيزا لأعضائه. ربما هناك من البعض من له علاقات في المصرف ويستطيع إنجاز هكذا معاملات، لكن لا المؤتمر الوطني العام ولا مجلس الدولة استخرج كروت فيزا بشكل نظامي لأعضائه. ومسألة 100 دينار كاش هذا كذب، بل أن أعضاء مجلس الدولة من يناير 2016 إلى غاية اليوم هناك 7 أشهر من مرتباتهم لم تصلهم، يعني هم يواجهون مشاكل في الحصول على مرتباتهم مثل الناس الآخرين. أنا أطالب السيد الضراب ليس بالاعتذار لي، أنا الحقيقة يعني أضرب صفحا على هكذا ممارسات، لكن أطالبه بالاعتذار للناس الذين صوتوا له، وهو الآن يكذب عليهم ويدلس عليهم ويحاول التشويه. طيب سيد قزيت، يعني ربما يقول القائل أن لا وقت لمثل هذه التجاذبات لأن الوضع في ليبيا لا يحتمل، يعني هل من المتوقع أن يكون هناك ردة فعل من قبل رئاسة المجلس الأعلى للدولة؟ هناك أعضاء يعني ممن اتهموا بالاسم سيقومون بإقامة دعاوى، يعني هل ترى من المنطقي والسياسي أن يمنح وقتا لمثل هذه التجاذبات التي لا تسمن ولا تغني من جوع؟ والله الحقيقة اللجوء إلى القانون هذا الحقيقة هو ظاهرة حضارية، يعني هذا لا يعيب الدول، هذا يسمو بها. الجميع صفق وزمر وطبل عندما قاضي فيدرالي أبطل قرار رئيس الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا ليس عيب. لكن أنا المهم بالنسبة لي أنا شخصيا أعتقد أن السيد محمد باعتبار أننا ننتمي لنفس الفضاء الجغرافي ونمتمي لنفس الفضاء الاجتماعي، أنا شعرت أن الكلام موجه لي بالمقام الأول، يعني أنا كنت من أكثر الناس من دعوا إلى هذا التوافق، أنا شعرت أن الكلام موجه لي، خاصة أن جزء كبير يعني من جمهوره ومن متتبعيه إن وجد هم تقريبا يعني يكونون من نفس منطقتي ومن نفس جيراني، وبالتالي أنا أعتقد أنني كان من الضروري أن أكذب هكذا افتراءات، لأن الحقيقة يعني هذه الافتراءات يعني غير صحيحة. نحن لسنا ملائكة، نحن بشر، لدينا أخطأنا كثيرا في السابق في المؤتمر الوطني وربما في مجلس الدولة أيضا، لكن الحقيقة الافتراء والكذب لا نقبله. يستطيع محمد أن يعدد أخطاء كثيرة لنا كجسم حالي أو جسم سابق ونناقشه فيها وربما نقبل بعضها وربما حتى نزيد عليها، لكن الحقيقة اتهامنا بالارتشاء والرخص هذا لا يليق ولا ينبغي أن يصدر من نائب صوتوا له الناس ثقة فيه. طيب عضو المجلس الأعلى للدولة بالقاسم مجزيد كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. التقى النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة صالح المخزوم الخميس بالسفير الألماني لدى ليبيا السيد كريستيان بوك وسفيرة الاتحاد الأوروبي بيتينا مشاهد والوفد المرافق لهما،
وكان ذلك بحضور رئيس لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق السياسي إبراهيم صهد بطرابلس، حيث تناول اللقاء آفاق التعاون المشترك بين ليبيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وإمكانية مساهمتهما في إعادة الإعمار وتفعيل مشاريع التنمية في البلاد. كما ناقش اللقاء سبل دعم تطبيق الاتفاق السياسي الليبي لتوحيد مؤسسات الدولة وإنهاء معاناة الليبيين وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في البلاد. أطلقت مديرية أمن القطرون بالتعاون مع الغرفة الأمنية المشتركة والعمليات بالمدينة، أطلقوا عددا من الدوريات داخل المدينة وحتى المناطق الحدودية مع تشاد والنيجر، وذلك من أجل ضبط الأمن والقضاء على عمليات الإتجار بالبشر والتهريب بالمنطقة. رغم ما تعانيه المؤسسات الأمنية بالجنوب الليبي من قلة الدعم، إلا أن محاولات بسط الأمن بالمنطقة لم تتوقف، والتي تمثلت آخرها في تسيير دوريات مشتركة من قبل مديرية أمن القطرون والغرفتين الأمنيتين والعمليات بالمدينة لغرض تأمين المنطقة الممتدة من القطرون وحتى الويغ المحادية للحدود المشتركة مع النيجر وتشاد. الطبيعة الصحراوية للمنطقة كانت مكاناً لعمل الدوريات أكثر من وسط الأحياء السكنية لما توفره هذه الصحراء من أجواء ملائمة للتحرك ودعم الهدف الأساسي للجهات الأمنية بالمنطقة، ألا وهي عصابات تهريب البشر والوقود بالقرب من الحدود الليبية النيجرية. وأثناء تمشيطنا للحدود بالمصادفة طبعاً تحصلنا على بتية معبية بالوقود. طبعا هذه العملية تتم في التنسيق بين المهربين، أن المهرب يتفق مع ناس يزودوه بالوقود لأنه حتى يستمر هو في الخط السير متاعه ما يتعطلش ويصل للهدف متاعه، في ناس يتعاونوا معاه ويلقوله في بيتاتي في نقاط محددة ويتم تزويده بالإعداديات عبر التورية. خطوة جاءت في وقت ارتفعت فيه إحصائيات الاتجار بالبشر ودخول مجموعات مسلحة أجنبية إلى المنطقة، ناهيك عن زيادة تهريب السلع الغذائية الموردة إلى ليبيا. اجتمع وزير التعليم محمد العزابي بحضور مدير إدارة التخطيط بالتعليم العالي الخميس مع المدير الإقليمي لشركة يوكسل للإنشاءات المنفذة لمباني كليات العلوم والطب البيطري والزراعة بجامعة طرابلس، وبحث الاجتماع سبل استئناف العمل بالمشروع وبخاصة المباني التي بلغت نسبة الإنجاز فيها 99%. يبدأ مجلس إدارة جامعة زيتونة بترهون اجتماعاته مع بداية العام 2017 من أجل النظر في أهم الصعوبات والعراقيل التي تواجه العمداء بكلياتهم. المزيد في سياق التقرير التالي. بهدف متابعة إعادة الهيكل الجديدة التي تمت مؤخرا داخل جامعة الزيتونة بالترهونة بعد استحداث كليات جديدة بالجامعة وعدد من الأقسام بالكليات، يأتي الاجتماع الأول لمجلس جامعة الزيتونة بترهونة لهذه السنة، وذلك لمناقشة بعض الصعوبات التي تواجه سير عمل كليات الجامعة. يأتي هذا الاجتماع بداية السنة ملحق واستعداد للعام الجامعي الجديد. نوقش في هذا الاجتماع ما يتم أو ما يفترض أن يتم تنفيذه في الهيكلية، خاصة وأن الجامعة اعتمدت هيكلية جديدة. الاجتماع الذي حضره رئيس وكاتب عام وعدد من الإداريين وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام بالجامعة
تناول عدة بنود تخص اللائحة الداخلية لعمل الجامعة وبعض التقارير الصادرة عن عمداء الكليات بخصوص معايير الضمان الجودة وإعادة تنظيم هيكلية الكليات المستحدثة بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 617 للعام 2016. استحدثت بعض الكليات الجديدة مثلا كلية الفنون والإعلام، كلية الآثار والسياحة، كلية الدراسات العليا لحاجة البيئة لها وحاجة المنطقة للدراسات العليا بالذات، لأن عندنا معيدين وعندنا ينتظروا الآن 5 سنوات ما فيش قرار إفاد. مجلس إدارة جامعة الزيتونة يسعى من خلال اجتماعه بعمداء الكليات ورؤساء الأقسام إلى تقديم حلول ملموسة على أرض الواقع لتسير العملية التعليمية بالجامعة على نحو أفضل مما سبق، خدمة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب على حد سواء. لقناة ليبيا بانوراما، محمد شكير، ترهونة. عقد بمقر الشركة الأهلية للإسمنت بمدينة الخمس اجتماع ضم وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل العموري ومسؤولي التعليم ببلديات المنطقة الوسطى إضافة إلى مديري الإدارات بالوزارة، وناقش الحاضرون الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية ومنها العجز في المعلمين وجهاز الحراسة للمدارس وآلية تطبيق معدلات الأداء، إضافة إلى مناقشة مرتبة عقود التعليم لسنوات 2012 حتى 2014. اليوم كان من أهم أهداف الاجتماع هو تحديد اجتماع دولي للتدارس ومعالجة الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية. المشاكل كثيرة، حاولنا تدارك بعض المشاكل الإدارية العالقة والعمل على وضع حلول لبعض الأشياء الأخرى. سنكون الأسبوع القادم في الجنوب بنفس الفكرة، سنتجمع نحن مسؤولي التربية والتعليم ونحاول أن نضع كل مشاكلنا فوق الطاولة وندير حلول، بعضها آني وبعضها مستقبلي وفق الظروف والإمكانيات اللي تعلمونها جميعا. النشرة متواصلة وفيها بعد الفاصل. ليبيا تشارك في اجتماع وزراء الثقافة لدول غرب البحر المتوسط في تونس. وصول السيولة النقدية من مصرف ليبيا المركزي بطرابلس لمناطق الجبل الغربي. عمرو بن العاص ماذا قال؟ قال: أصلحوا ذات بينكم فإنكم إن فعلتم ذلك لا تخافون ولو أطبق عليكم الأخشب. أنا ندعي لهم بالهدايا وإن شاء الله ربي يلمهم. وناشدكم بالله أن نتصالحوا، أن نتسامحوا، أن ننهوا بليبيا. ليبيا بتضيع من بين إيدينا، خوتي الليبيين ما يجبش تضيع ليبيا من بين إيدينا. الشعب الليبي كله يتطلع إليك لتحقيق أهدافه في الأمن والاستقرار والرخاء، ولا شك أن تحقيق ذلك يتطلب جيش ليبي واحد يعمل تحت مظلة الوفاق الوطني الذي يجمع كل الليبيين. كل عام وأنا
500 عائلة تعود إلى الحي السكني الثالث بعد بمدينة سرت ضمن المرحلة الثانية ضمن خطة عودة أهل المدينة. الأمين العام للأمم المتحدة ينوي تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض مبعوثا إلى ليبيا ليخلف الألماني مارتن كوبلر. مديرية أمن القطرون تطلق دوريات لتمشيط المناطق الحدودية مع تشاد والنيجر لضبط الأمن والقضاء على عمليات الإتجار بالبشر والتهريب. حياكم الله من جديد. بدأت أعمال حوار ثقافة الحوض الغربية للمتوسط 5+5 الجمعة في تونس وبمشاركة وزارة الثقافة بحكومة الوفاق، وافتتح الدورة رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، ويشارك في أشغالها وزراء ثقافة وفود من تونس والمغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا ومالطا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال. وسينبثق عنها إعلان تونس الذي ينص على تشجيع السياسات والمبادرات الثقافية وتكريس قيم التسامح والتعاون والسلم وحرية التعبير والخلق والإبداع بهدف تكريس التقارب الثقافي بين الشعوب ومناهضة كل أشكال التطرف. عقد في مدينة غات ملتقى الفيوت لحكماء وأعيان المدينة تحت شعار نحن إخوة وغات تجمعنا برعاية مجلس الحكماء والمجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق، حيث تم في اللقاء مناقشة تعزيز السلم الاجتماعي والتعايش المشترك وتوحيد المواقف حول التحديات والقضايا التي تمر بها المنطقة. واتفق كذلك على إعادة تفعيل المؤسسات الأمنية والعسكرية وإصدار ميثاق شرف يتفق عليه أهالي مدينة غات. والله مش هيحترقنا حد. من قال لهم ما أصبحت مشكلة الاعتداء على المؤسسات التعليمية والمباني الحكومية الخدمية بمدينة سبها تشكل ظاهرة يومية بالمدينة، فقد طالت السرقة والاعتداءات أغلب المرافق والمؤسسات، وكان آخرها الاعتداء على المعهد الوطني للإدارة بالجديد دون وجود أي رادع أو حماية وتأمين لهذه المؤسسات. المزيد في سياق التقرير التالي. تستمر ظاهرة الاعتداء على المؤسسات التعليمية في مدينة سبها، والضحية هذه المرة هو المعهد الوطني للإدارة. هذا المعهد يقع في منطقة الجديد وتأسس في نهاية سبعينيات القرن الماضي، واليوم يتعرض للسرقة والتخريب على يد مجهولين، ويفقد المعهد العشرات من أجهزة الحاسوب وملحقاته وتتعطل معامله. السرقة والتخريب حجم كبير جدا، وطبعا يؤدي إلى أثر سلبي على العملية التدريبية عندنا في المعهد، حيث طبعا فقدنا 2 من المعامل الحاسوب واللغة وبعض الأجهزة. ظاهرة التخريب التي تجتاح مدينة سبها منذ سنتين حصدت ضمن إحصائياتها عشرات من المؤسسات التعليمية والمباني الحكومية الخدمية والشركات العامة والمشاريع التي لا تزال قيد الإنشاء، لكن ثمة تساؤلات تطرح حول الأسباب الحقيقية وراء الاعتداء على هذه المؤسسات وخاصة التعليمية منها، وهل الانفلات الأمني وحده هو السبب في هذه الاعتداءات؟ المقصود من هذا تهجير المكان وإفراغه من الشغل كمؤسسة وأخذه فيما بعد، ولكن سوف لن يكون ذلك بإذن الله عز وجل. لن يكون المعهد الوطني للإدارة هو الأخير في مسلسل الاعتداء على مؤسسات الدولة في سبها مع غياب القضاء والأجهزة الأمنية وتقييد الاعتداءات ضد مجهولين ككل مرة. لقناة ليبيا بانوراما، محمد البكوش، مدينة سبها. والآن إلى الفقرة الاقتصادية، والزميل وئام التايب إليك وئام. شكرا لك معتصم. مشاهدينا، في جولتنا الاقتصادية لهذا اليوم نستهلها بمشاركة النائب المجلس الرئاسي أحمد معتيق الخميس بالعاصمة الإيطالية روما في فعاليات المنتدى الإقليمي الاستراتيجي لحوض البحر المتوسط، والذي يناقش آلية تسريع وتيرة النمو في المنطقة.
وأكد معيتيك في الملتقى على أهمية الاستقرار السياسي في ليبيا، والذي بدوره سيشجع المستثمرين على الاستثمار في البلاد من خلال عدة قطاعات أهمها النفط والصحة والطاقة والتعليم. كما بحث معيتيك على هامش المنتدى مع وزير الخارجية الإيطالي أنجولينو ألفونو مستجدات الأوضاع في ليبيا وأوجه التعاون المشترك بين البلدين. ينطلق السبت في طرابلس معرض ليبيا للمشروعات الصغرى، حيث أوضحت الجهة المنظمة أن المعرض يستمر ليومين متتاليين للتعريف والتسويق للمشروعات الصغرى والمبتدئة بمشاركة أكثر من 30 مشروعا. ويستهدف المعرض أصحاب المشاريع الصغرى والمبتدئة أو من لديه فكرة مشروع تجاري ويرغب في تحويله لشركة أو مؤسسة ربحية، حيث يوفر لهم المعرض مساحات لعرض مشاريعهم والتسويق لأفكارهم. بدأت الخميس ببلدية سبراتا أعمال مشروع جزيرة دوران بقطر 400 متر للمساهمة في حل المختنقات المرورية والازدحام داخل المدينة. وستتضمن الجزيرة مجسما فنيا سيتم تنفيذه مع فنانين التشكيليين والمختصين حسب الصفحة الرسمية للمجلس البلدي. هذا وباشرت الشركة المنفذة بتنفيذ عمليات رفع المساحة ووضع وإزالة بعض المعوقات كالأشجار والرصيف وأعمدة الإنارة بالتعاون مع الشركة العامة للكهرباء ووحدة البستان والحدائق بالشركة العامة للنظافة. وصلت الخميس إلى مطار الزنتان طائرة محملة بالسيولة النقدية مرسلة من مصرف ليبيا المركزي بحسب الصفحة الرسمية للمصرف على الفيسبوك، موضحة أن السيولة خصصت لمناطق الجبل الغربي وباطن الجبل والزاوية وترهونة وصبراتة وصرمان والعجلات وبني وليد والقربولي وزلطن وجمل، فيما لم يحدد المصرف في منشوره قيمة هذه السيولة. اجتمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنعلة الخميس بالعاصمة التونسية مع مدير عام الأعمال لشركة ريبسول الإسبانية لويس نافاز، حيث تناول الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسة والشركة في مختلف المجالات النفطية، خاصة الاستكشاف والإنتاج والخطط المستقبلية التي تنوي الشركة تنفيذها لتحسين الأداء وبرامج التنمية المستدامة بالمناطق المجاورة للمواقع النفطية والحقول بمناطق التعاقد. زاد خام القياس العالمي مزيج برنت الجمعة 66 سنتا إلى 56 دولارا و29 سنتا للبرميل. ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 56 سنتا إلى 56 دولارا و56 سنتا للبرميل. ونختم مع أسعار الذهب الذي هبط في المعاملات الفورية الجمعة 0.15% إلى 1223 دولارا و93 سنتا للعقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.14% إلى 17 دولارا و56 سنتا للعقية، فيما هبط البلاتين قرابة 20% إلى 996 دولارا و50 سنتا للعقية. نهاية الفقرة الاقتصادية والعودة لمواصلة ما تبقى من الحصاد مع الزميل معتصم أبو عمار. شكرا لك وئام. شرعت بلدية حي الأندلس بالتعاون مع أهالي المنطقة في عمليات رصف وتعبيد لبعض الطرق الفرعية وفتح طرق كانت مغلقة لعدة سنوات، تمهيدا لاستكمال الطرق الرئيسة للمساهمة في حل المختنقات المرورية بالمنطقة. المزيد في سياق التقرير التالي. رغم ما تمر به البلاد في هذه المرحلة من حالة عدم الاستقرار وغياب دور العديد من المؤسسات الخدمية، إلا أن هذه المعوقات لم تقف حاجزاً أمام بلد حي الأندلس، حيث قام بإعادة ترميم عدة طرق
داخل البلدية بعد الإفراج عن الميزانية المخصصة لها. اليوم في أحد الشوارع والمختنقات اللي تمر بها بلدية حيلندرس من ضمن المختنقات اللي تم اعتمادها من المجلس البلدي، شاكر طبعا أعضاء المجلس البلدي اللي قاموا بإعداد برنامج كامل بمختنقات اللي تخص بالبلدية من ضمن الميزانية التسييرية اللي تم التنازل عليها لحل هذه المختنقات. طرق منذ ما يزيد عن 15 عاما وهي تعاني الأمرين، وتضررت بسببها حركة السير، وأصبح أمرا يؤرق المواطن في حياته اليومية. المنطقة هذه من قريب يجي 10-15 سنة كانت تعاني بصراحة من ناحية الطرق، يعني بصراحة ما فيش يعني لا الله محمد رسول الله خدمات بكل، لكن هم بمجهودهم البسيط بمجهوداتهم البسيطة موفين وكفين. افتتاح الطرق وإعادة ترميمها من جديد أسعد الكثيرين في بلدية حي الأندلس. عمل البلدية لم يقتصر على هذا الجانب فقط، بل قامت البلدية بالتعاون مع الأهالي في إزالة الأكشاك العشوائية وكنس الأتربة من الشوارع الرئيسية وإنارة الشوارع المظلمة، في رسالة واضحة بأن الحياة مستمرة وقطار الحياة لا يتوقف. وأعطت البلدية رسالة إلى المعرقلين بأن القادم سيكون أفضل. النشرة انتهت، وإلى العناوين. خمسمائة عائلة تعود إلى الحي السكني الثالث بمدينة سرت ضمن المرحلة الثانية من خطة عودة أهالي المدينة إلى مساكنهم. الأمين العام للأمم المتحدة ينوي تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض مبعوثا إلى ليبيا ليخلف الألماني مارتن كوبلر. مديرية أمن القطرون تطلق دوريات لتمشيط المناطق الحدودية مع تشاد والنيجر لضبط الأمن والقضاء على عمليات الإتجار بالبشر. أطيب المنى ودمتم في أمان الله.